مرحبا بالجميع، ومباشرة أعلنت أول انطلاقات هذا اليوم مباشرة نسير للمركز الأول الاتحادية. عبد الله بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي يتقدم ليقدم لنا الاتحادية. هذا راعي مردف أحد بنوك الإنتاج الذي تألق إنتاجه وكان قويا بالفعل في مشاركاته أيضا العملاقة. المركز الثاني وصلت الوارية، الويهي بن محسن بن الزفنة العفاري يقدم لنا الوارية، بينما المركز الثالث يهامل سالم بن حمد بن حمرور العامري يقدم لنا انطلاقة قوية من خلال انتاجه الفاخر، بينما الوصول هناك من لبوة لمحمد بن عيد بن غبشي العامري يقدم لبوة خذت المركز الرابع والمركز الخامس. الوصول الجديد على خامس المراكز هذه مشكورة، حمد بن الشدي بن حماد الاكتبي خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس شهرة لمبارك بن الحميدي بن سالم العمري واحد من ابناء السلطنة القادم للمشاركة ايضا من ولاية محوت بالفعل ليقدم لنا هذه الانطلاقة، ويقدم لنا شهرة خذت المركز السادس، بينما المركز السابع جدل لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يقدم لنا جدل في ايضا المركز السادس في هذه اللحظات، او المركز السابع بالفعل. المركز الثامن، المركز الثامن الوصول من انذار علي بن راشد بن عبد الله النعيمي يقدم لنا انذار في ثامن المراكز، والمركز التاسع هذا القادم في هذه اللحظات سيف بن مصر بن راشد العميمي يقدم لنا خيره راعي الصداوي الذي ابدع ابداعا قوي في سن الحجاي، بينما الوصول هنا والدخول من طلعه لسلطان بن سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. هذه العشر المراكز الاولى ونيدان الاول مشاهدينا ومتابعين الكرام في انطلاقات سن الامتاع سن الاذاع هنا تسعيرة هجن الرياسة السابعة المرافقة لهذه ايضا الانطلاقة ولهذا المهرجان. مباشرة على الصدارة، مباشرة على المركز الاول، ومقدمة هذا الشوط يهامة سالم بن حمد بن حمرور العامري يتقدم، واحد من الشعارات المنتجة والقوية على المركز الأول، بينما الوارية الويهي بن محسن بن الزفنة العفاري يتقدم بإنتاجه الفاخر والقادم من مدينة العين ومن منطقة الفوعة بوجه التحديد ليقدم انطلاقاته القوية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث انذار علي بن راشد بن عبد الله النعيمي وصل ليقدم لنا انذار في ثالث المراكز، وهنا المركز الرابع جدل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا الأداء على المركز الرابع. نقلتنا مباشرة إلى شهر اللي وصلت وخذت المركز الخامس بتقدم هناك مبارك بن الحميدي بن سالم العمري تقدم في هذه اللحظات، بينما هناك الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد بن سبع الدرعي يتقدم، ولكن راعي الصداوي وصل ليقدم لنا خيرة سيف بن مصر بن راشد العميمي محمد بن سالم الهاشمي يتابعها في هذه الانطلاقة القوية، ولكن دخولنا من الزاوية الأخرى مع مشكورة حمد بن الشدي بن حماد الاكتبي يقدم لنا مشكورة، وهنا الاتحادية أيضا دخولها قوي وتحديها مثير في هذه اللحظات. هناك الوصول الأقوى من خلال وبرة محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري واحد من الشعارات القوية، أرى شعارات خلف أيضا العشر المراكز الأولى، هناك شعار سهيل بن سالم قادم بكل قوة، وشعار أيضا بن منانة وإنتاجي الفاخر، ولكن لا نسبق الأحداث، نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المنافسة القوية وإلى الصدارة الأولى. والمركز الأول يهامة سالم بن حمد بن حمرور العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذا التحدي المثير، وهناك انذار من الزاوية الأخرى علي بن راشد بن عبد الله النعيمي يتقدم، ولكن جدل اللي بدأت تغير الصدارة يتقدم أيضا شعار سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي ياتي مع جدل الوصول الجديد، هذه هي من حافس هيل بن سالم بن سهيل الخيالي يقدم نوعية فريدة وإنتاج قوي
واحد من الأسماء القوية والعملاقة في عالم الإنتاج هو سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه التحديات المثيرة من حافة أيضا سجلت إنجاز أيضا في التمهيديات وخطيرة على هذا الشوط من خلال هذا الإنجاز القوي اللي غيرت الصدارة وخذت المركز الأول في صدارة هذا الشوط وفي هذا التحدي المثير. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذا الانطلاق الجميل، إذن من حافس هيل بن سالم بن سهيل الخيالي هو من يتقدم على المركز الأول على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. من حاف بين ما جدل بالمركز الثاني سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، يقدم لنا أيضا هناك جدل بينما هناك يهامة سالم بن حمد بن حمرور العامري، وصلت انذار علي بن راشد بن عبد الله النعيمي المركز الخامس، الوصول في خامس المراكز الوارية الويهي بن محسن بن زفنة العفاري وصل بن منانة ليقدم انطلاقة حفلة، سالم بن سعيد بن منانة يقدم لنا حفلة في هذه اللحظات، وهناك أيضا راعي خيرة يتقدم من خلال سيف بن مصر بن راشد العميمي الوصول الآخر، أيضا الدخول المميز من إنجاز سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي يقدم إنتاجه الفاخر وتحدياته الجميلة، بينما هناك أيضا تأتي منصة حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي يصل مع منصة، والوصول الآخر من مداغيش مسلم بن علي بن دري المنصوري، ووصول آخر هناك من خلال تواجد الظبي مكتوم بن سعيد بن منانة أيضا الاكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء في أيضا انطلاقاتنا لهذا اليوم ولهذا التحدي المثير والرائع. سادس أيام مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة والصدارة من حاف سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي يتقدم على المركز الأول، أحد الأسماء القوية الذي له الرغبة الكبيرة بالمشاركة في جائزة زايد الكبرى، لأن هذا الاسم تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه. يتواجد سهيل بن سالم الخيالي، يا سلام على هالخزنة، أيضا سلالة غنية، سلالة وبران بو خالد أحد السلالات الرائعة والجميلة، محمد بن سهيل أيضا الخيالي، العصافة الأبطان هذه هي في الصدارة في المركز الأول من حاف، اسم تاريخي يا سهيل بن سالم الخيالي، نقدم لك التحية، نقدم لك التهاني على هذا الإنجاز، وسلالة وبران أحد السلالات الغنية عن التعريف، ايضا سلالة وبران ابو خالد ايضا الموجود بعير محمد بن سهيل ايضا ابو خالد، يا سلام، سلالة تفرق عن سلالة، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، يا كم له من معنى كبير هذا الفوز مع سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي في جائزة زايد الكبرى، رحمك الله يا زايد وطيب الله ثراك واسكنك فسيح جناته. هنا تهانينا ناموس على المركز الأول، بينما المركز الثاني انذار علي بن راشد بن عبد الله النعيم، المركز الثالث وصول هناك من مرموقة حمد بن محمد بن سعيد العفاري، المركز الرابع وصلت حفلة سالم بن سعيد بن منانة، المركز الخامس دخول جميل من خلال شواهين سالمين بن دغاش بن محمد العامري. هكذا من حاف، مشكور يا علي اللي قدم النوعية الفريدة، تهانينا والناموس لسهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء الذي شارك بهذه النوعية إنتاجه الفاخر، وأحد الأسماء كما أسلفت بأنه تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه. 9:07 و5 أجزاء من الثانية، تهانينا لسهيل بن سالم بن سهيل الخيالي على فوز أيضا من حاف بالمركز الأول، بينما المركز الثاني